أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. مشاهدينا، قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، قالت إن جنودا أمريكيين أصيبوا في إنزال بري صادف مجمعا مرتبطا بتنظيم القاعدة في مأرب، قتل خلاله ما لا يقل عن سبعة من عناصر القاعدة. وتأتي هذه العملية بعد عملية أخرى مشابهة لها كانت في محافظة البيضاء أودت بحياة عناصر من التنظيم، بالإضافة إلى سقوط أعداد من المدنيين. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر، نناقشه في محورين: إلى أي مدى ستعمل العمليات الأمريكية على التقليص من تحركات تنظيم القاعدة؟ وهل يؤخذ في الاعتبار سقوط أعداد من الضحايا المدنيين في هذه العمليات؟ تعود الإدارة الأمريكية مجدداً لتغيير استراتيجيتها في التعامل مع تنظيم القاعدة في اليمن بتكثيف غاراتها واتباع طرق أخرى لمواجهة التنظيم. عمليات كثيرة خاضتها القوات الأمريكية في الفترة السابقة ضد تنظيم القاعدة، غير أن الجديد هذه المرة الانتقال إلى استخدام طريقة الإنزال البري، وهو الأمر الذي ينتج عنه سقوط ضحايا من المدنيين إلى جانب عناصر التنظيم. وفيما تعود الأنظار للحديث عن حجم الخسائر الإنسانية وعدم الدقة في العمليات في أحيان كثيرة، ما يزال موقف الحكومة تجاه كل ذلك غير معلن، بل يتجه البعض للحديث عن أن هذه العمليات تأتي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التابعة للميليشيا في صنعاء. مشاهدينا، سنتابع هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. عملية عسكرية أمريكية جديدة وقصف تبعه إنزال جوي لقوات من المارينز في إحدى القرى النائية بمحافظة مأرب. عملية الإنزال الجوي هي الرابعة خلال أكثر من عامين والثانية خلال أقل من أربعة أشهر بعد عملية الإنزال في قرية يكلا بمديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء، والتي راح ضحيتها عدد كبير من النساء والأطفال. تحول كبير في الاستراتيجية الأمريكية في الحرب على الإرهاب، هذه المرة بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وغياب تام للحكومة اليمنية التي تم تغييبها عن المشهد لعدة أسباب، أبرزها سيطرة ميليشيا الحوثي على كافة الوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية العاملة في مجال مكافحة الإرهاب. في منتصف ليل الاثنين نفذت القوات الأمريكية عمليتين متزامنتين في كل من البيضاء ومأرب، استخدمت فيها طائرات البلاك هوك، ونفذت عملية إنزال محدودة بالتزامن مع استهداف أي جسم متحرك في محيط موقع العملية. وفيما تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها الولايات المتحدة غارة برية في مأرب، وقبلها في منطقة يكلا بالبيضاء، ما يزال موقف الحكومة في هذا الشأن غامضا، خصوصا وأن بعض العمليات العسكرية تتنافى تماما مع قوانين الاشتباك التي ينتج عنها سقوط ضحايا خارج الأهداف المعلنة. خلال الأعوام الخمسة الأخيرة ارتفعت وتيرة العمليات العسكرية والغارات التي تنفذها الطائرات الأمريكية من دون طيار في اليمن، والتي تم خلالها استهداف عدد كبير من قيادات الصف الأول في تنظيم القاعدة، وهو ما تتباهى به وزارة الدفاع الأمريكية. مئات الضحايا الذين سقطوا في العمليات المتكررة والتي تتم غالبا في أماكن بعيدة عن متناول وسائل الإعلام، ولا يتم الإفصاح عن الضحايا والعمليات إلا عبر الجانب الأمريكي. الاندفاع الأمريكي في مواجهة تنظيم القاعدة واللامبالاة التي تبديها الولايات المتحدة وحلفاؤها فيما يتعلق بالإرهاب الذي يتعرض له اليمنيون على يد تحالف الانقلاب يضع الكثير من علامات الاستفهام حول مدى مصداقية تلك العمليات، ويرفع منسوب الشكوك حول وجود تعاون أمريكي مع جماعة الحوثي في ملف القاعدة، وهذا ما تفسره التصريحات الأمريكية المتكررة التي تقول إنها تقوم بالتنسيق للعمليات مع الأجهزة الأمنية في صنعاء والتي تخضع كليا لسيطرة الانقلابيين. إذن مشاهدينا، نبدأ النقاش وينضم إلينا من بيروت ماجد المذحجي، مدير مركز صنعاء للدراسات. مساء الخير سيد ماجد. مساء النور. هلا عزيزي، أهلا بك سيد ماجد. يعني شهدنا يوم أمس عملية أمريكية جديدة ضد القاعدة في محافظة مأرب، وأيضا من الملاحظ يعني كثافة العمليات منذ صعود الرئيس الأمريكي الجديد ترامب. ما دلالة ذلك؟
مرحبا. بداية هناك دلالة عالية المستوى في هذه العمليات. مؤخرا لاحظ سيدي الكريم أنه هذه العملية أتت بعد وضع أحد واحد من الشخصيات القبلية أو شخصيتين قبليتين، خالد العرادة ضمن قائمة الاجتماع الداعم للإرهاب، يأتي أيضا بعد اجتماع الرياض ويأتي في ظل أساسا سيناريو التصعيد. فلذلك خطر هذا التصعيد تحديدا في مارب، أولا هو لا يتعرف على التعقيدات المحلية الموجودة في محافظة قبلية مثل مارب، وتصعيد لا غير حساس أساسا للضحايا المدنيين، وأيضا هو تصعيد لا ينبني على استراتيجية واضحة باستثناء إيقاع القتلى. بالتالي لا تثمر عادة هذه العمليات، وإن كانت في الأخير تعكس نزعة لدى الولايات المتحدة لمحاولة تحقيق أي إنجازات على في مواجهة الجماعة المتطرفة من دون أي حساب حقيقي للأرباح هذه العمليات أو أنها تبدي من عدمه. ثانيا هي مؤشر حول المسار التي ستنحو باتجاهه الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة. إذا كانت معدل هذه العمليات بهذا الارتفاع وبهذا المستوى من التدخل، يعني لا نتحدث فقط عن ضربات طيار، نحن نتحدث عن عمليات إنزال عسكرية وهذا غير مسبوق في السلوك الأمريكي. فنحن إذا كان هذا المعدل خلال الشهرين أو الثلاثة الأشهر الأولى من فترة ولاية ترامب، فسنتوقع المزيد في هذه الولاية. نعم، في النقطة الأولى أشرت إلى أنه يعني لا توجد هناك يعني حساب لدقة هذه العمليات أو ما شابه ذلك. أيضا يعني على العكس تتحدث الإدارة الأمريكية في بيان أشار إلى أن العملية الأخيرة يعني نتج عنها فهم لوضع قدرات ونوايا تنظيم القاعدة. هل تعتقد أن واشنطن يعني أضحت أكثر إدراكا لوضع القاعدة في اليمن؟ صدقني عزيزي، لو كانت تدرك حجم وطبيعة وضوح موضع الجماعات المتطرفة في اليمن والقاعدة بينها لكانت مقاربتها أكثر نضجا. يعني دعني أقولك، يعني لا يميز الأمريكيين تحديدا بين القبائل وبين القاعدة، لا يدركوا الفروق الدقيقة التي يحدث فيها. لذلك تأتي هذه العمليات لتقتل 5 منهم كبار السن من أفراد القبائل، ولا تقتل من أفراد القبائل أفراد القاعدة بشكل مباشر. تأتي عملية تكليل تقتل أطفال ومسلحين قبليين أكثر ما تقتل قاعدة. إذا كانت هناك رؤية أو الممارسة الأمريكية في هذه العمليات، كان سينعكس هذا على تفريق دقيق، على بناء اتصالات سياسية. يعوز الولايات المتحدة قدرة على بناء صلة في هذه المناطق التي تتهم بأنها حاضنة للإرهاب، يعوزها قدرة على فهم التعقيدات المحلية الشديدة التفصيل. تنميط مارب بهذه الصورة كأنها خزان للقاعدة هذا غير دقيق وغير منصف، لكن هذا له علاقة بفشلين: فشل الدولة اليمنية في شرح هذه المناطق وتقديم رؤية أمنية واضحة تبنى عليها شراكة في مكافحة الإرهاب، وثانيا عدم القدرة الولايات المتحدة على النفاذ إلى المجتمع المغربي وبناء صلات معه وفهم. يعني يمكن مواجهة كل محافظة يمنية في جماعات لكن يمكن محاربتها باستراتيجيات مشتركة، لا أن تقوم الولايات المتحدة بدور القاضي والجلاد واللعب منفردا في هذه المساحة. هذا خطير غير ناجح، ولطالما فشل في أكثر من بلد وفشل في. نعم سيد ماجد، أيضا يعني التنظيم الذي يعرف بظهوره أحيانا وأحيانا يختفي، هناك من لا يزال يعني يتحدث أن هذه التحركات للتنظيم تسير وفق رغبات سياسية معينة، هل لا يزال لهذا الحديث وجود بالفعل؟ لا يمكن إنكار وجود تنظيم القاعدة عزيزي. تنظيم القاعدة هو موجود وهو مستقل عن التنظيم، لكن هناك جماعات بالفعل جماعات قد تكون موجهة سياسيا لدى أطراف عدة. يعني طالما كان الحديث عن أن نظام صالح ونظام تورط في إنشاء وإدارة جماعات مترابطة وتوظيف سياسيا، لكن هذا حديث لا يختصر وجود، لا يجب أن يختصر وجود حقيقة وجود جماعة إرهابية في اليمن. اليمن فيها نشاط إرهابية، وبالتالي الحديث يجب أن يكون حذرا. في اليمن قاعدة، وفي اليمن أيضا جماعات متطرفة يتم توجيهات سياسيا، وبالتالي اختصار ذلك بذاك يكون عملية مشوشة. لذلك أنت تحتاج أساسا لجهاز أمني وطني حقيقي ومحترف يقوم بتمييز هذه الفعاليات. يعني على حكومتنا الوطنية، على الدولة اليمنية أن تقوم بإدارة معركة جادة مع الجماعات المتطرفة
سواء القاعدة باعتبارها مسار متطرف مستقل غير موجه سياسيا من قبل أطراف محلية أو الجماعات التي يتم المناورة بها والضغط بها والإضرار باليمن عبرها. نعم سيد ماجد استسمحك بالبقاء معي. ينضم إلينا الآن من لندن المحلل السياسي الدكتور محمد جميح. دكتور مساء الخير. دكتور هل تسمعني؟ دكتور محمد. إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بدكتور محمد جميح ريثما يعود مجددا. أعود لضيفي سيد ماجد المذحجي. سيد ماجد إذا ما نظرنا لموقف الحكومة اليمنية هناك عمليات كثيرة نفذتها القوات الأمريكية في الآونة الأخيرة لكن لا نجد أي موقف للحكومة يعني غموض واضح لموقف الحكومة الشرعية كيف تفسر ذلك؟ لا تمتلك الحكومة الشرعية الكثير في الأمر صدقني يعني تعاني اليمن أو تعاني سلطة الدولة اليمنية من اختلالات عدة ليس أقل يعني نحن نتحدث عن ضعفها في توفير الخدمات العامة ناهيك عن قدرتها على إدارة ملفات أمنية شديدة التعقيد مثل إدارة استراتيجية الحرب ضد الإرهاب خصوصا وهي أساسا تخوض معركة ضد جماعة الحوثيين وصالح بالتالي حجم هذه التعقيدات كما هو واضح أكبر من طاقة هذه الحكومة لأسباب متعددة منها الفشل أساسا التكوين الضعيف القدرات التي لديها ولذلك يقرر مسار هذه العمليات بعيدا عن الحكومة اليمنية صدقا تأخذ الحكومة اليمنية شكل شاهد الزور في مراقبة هكذا مسار العمليات لكن أنا بتقديري يجب خلق بدائل يجب خلق نقاشات خلق اتصالات سياسية يعني على الأطراف المحلية اليمنية ذات القدرة على إدارة اتصالات مع الولايات المتحدة مع دول الخليج اللي هي جزء منها شريك في مسار هذا الحرب على الإرهاب منها المملكة ومنها الإمارات يجب أن يتم إدارة معها موضوع التحديات الأمنية في اليمن محافظة مارب محافظ مارب الإدارة السلطة المحلية في مارب يمكن أن يلعبوا دور في إقامة اتصال سياسي لنقاش هذه التحديات التي توجد في محافظتهم بحيث لا يكونوا مستبعدين ولا تظل هذه الضربات تأتي في 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 حدائقهم الخلفية دون أن يدركوا ذلك. أما التعويل على الحكومة فهو تعويل منخفض الأهمية وغير جاد ولا يمكن التعويل عليه. نعم إذن ابقى معي سيد ماجد. يبدو أن الأستاذ أو الدكتور محمد جميح المحلل السياسي عاد إلينا مجددا. دكتور مساء الخير. أهلا مساء النور. أهلا بك دكتور. يعني عمليات أمريكية جديدة في اليمن ضد القاعدة في أي سياق يمكن فهم العمليات الأمريكية الجديدة في ظل يعني التطورات الحاصلة على المشهد السياسي الأمريكي؟ طبعا هذه ليست بالجديدة هي استمرار لسياسة ترامب التي أعلن عنها بعد تنصيبه في البيت الأبيض وقبل ذلك أثناء الحملات الانتخابية بأنه تشن حربا لا هوارث فيها ضد تنظيم القاعدة وداعش والمشكلة في الحرب أو ضد الإرهاب أو الحرب على الإرهاب أنها في جانب كبير منها تؤدي إلى تهيج هذا الإرهاب وأنها أيضا في جانب كبير لها فاتورة إنسانية باهظة كما رأينا في العملية التي كانت في يكلا قبل أسابيع في محافظة البيضاء والتي راح ضحيتها أطفال ونساء من المدنيين. أنا أعتقد أن هذا الموضوع يجب أن يدرس بجدية. الحرب على الإرهاب يجب بالمقام الأول أن تكون من مهام الحكومة اليمنية. نعرف طبعا الحكومة اليمنية في هذا الوقت مشغولة بملفات أخرى الحرب على الحوثيين وبأنها ربما لا تستطيع القيام بمهمة الحرب على الإرهاب بمفردها. لكن هذا الاختراق المتواصل للسيادة اليمنية وهذا الصمت من قبل الحكومة وهذا التعاطي الأمريكي الأمني البحث مع موضوع التنظيمات الإرهابية في اليمن أعتقد أنها سياسة لن تفضي إلى نجاح لأن هذه السياسة مستمرة منذ فترة طويلة دون أن تؤتي أكلها المرجوة. موضوع الإرهاب موضوع شائك ومعقد وهو دكتور فيما يتعلق بصمت الحكومة الشرعية كيف يفسر ذلك؟ طبعا الحكومة الشرعية واضح أنها لا تريد أن تطرق ذلك الموضوع لأنها في وضع لا تحسد عليه من ناحية احتياجها للموقف الأمريكي فيما يخص حربها أو نعم حربها على الانقلابيين
وايضا لا تريد كذلك ان تظهر بمظهر من يدافع عن الارهاب او يتملص من التزاماته الدوليه في الحرب على القاعده وداعش. نعم. يا دكتور، يعني العمليات رغم حديث يعني وزاره الدفاع الامريكيه عن دقه هذه العمليات، غير انها تنتج ضحايا مدنيين، الى اي مدى يمكن الحديث عن وجود الدقه اثناء تنفيذ مثل هذه العمليات من عدم وجود هذه الدقه بالفعل؟ بالطبع، يعني لو تجري جلده حساب بسيطه للعمليات التي استهدفت عناصر من القاعده، ستجد ان كلفتها الانسانيه اكثر بكثير من ثمارها التي جاءت بحياه بعض العناصر وبعض القيادات في القاعده. يعني عندما حصلت العمليه في يكلا في رداع، كان البنتاجون وكانت ايضا وزاره الاستخبارات الامريكيه تقول بانه تم الحصول على كنز ثمين، استخبارات ثمين، بمعنى انهم اعتقلوا بعض عناصر القاعده، وقالوا بانهم معظم القتلى الذين قتلوا من عناصر القاعده. ليتضح بعد ذلك ان معظم القتلى من المدنيين، من النساء والاطفال، ثم بعض ذلك تعترف الاداره الامريكيه بانها ارتكبت خطا، وان عددا كبيرا من المدنيين سقطوا ازاء هذه العمليه. اذا ينبغي لنا نحن كاعلاميين، ينبغي لنا نحن ايضا كمنظمات حقوقيه وانسانيه، اذا ما تغافل الجانب السياسي عن هذا الوضع، يجب ان لا نتغافل نحن، لان هذه مهمه انسانيه خالصه. يجب ان يذكر العالم بان الحرب على الارهاب لا يجب ان تنتج ارهابا، ولا يجب ان تكون على حساب المدنيين. نعم. اذا الدكتور محمد جميح المحلل السياسي كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي الآخر سيد ماجد المدحجي، مدير مركز صنعاء للدراسات. سيد ماجد، يعني البعض يقول أن التوجه الأمريكي الجديد جاء بمقابل يعني دعم دبلوماسي للحكومة الشرعية في التحرك أو مواجهة الإنقلابيين، بالمقابل يعني إتاحة المجال للقوات الأمريكية في التعامل مع القاعدة في اليمن. كيف ترى هذا الطرح؟ صدقني لا توجد صفقة من هذا النوع، يعني لا نجد صدى لهذا الدعم، إذا صح، إذا كان هناك حديث، لا نجد صدى لهذا الدعم الدبلوماسي الدولي مثلا للحكومة مقابل السماح لها بالله. لا تحتاج أساسا الحكومة اليابانية لأي صفقة من هذا القبيل، لديها قرار مجلس الأمن، لديها دعم علني موجود بما يخص مواجهة الحوثيين وصالح والاعتراف بشرعيتها، فهي لا تحتاج إلى إنجاز صفقات بين قوسين مع الشيطان، بالتالي السماح أو غض الطرف أمام للقوات الأمريكية أو للعمليات الأمريكية ضد الإرهاب لقتل من تشاء في اليمن، يعني عمليات إعدام خارج القانون. استراتيجية الحرب على القاعدة يجب أن تكون عملية منسقة وقانونية، وهي ليست عملية يجب أن تعتمد فقط على مسار ضربات طائرات بدون طيارة، وهذا استراتيجية أوسع، وتحتاج أساسا لوجود دولة في اليمن. لا يمكن مواجهة القاعدة والجماعات المتطرفة في ظل هذه البؤر الفراغات الأمنية التي نشأت بسبب الحرب الموجودة في اليمن وبسبب ضعف الدولة اليمنية. يجب تسوية الملعب، يجب حسم مسار الوضع في اليمن بما فيها إيجاد سلام، وبالتالي الدولة تعود، الحكومة تستقر، ومن ثم محاربة الإرهاب. بالتأكيد هذا لا يعني الانتظار وتأجيل هذه العملية الحرب على الإرهاب، لكن فعليا الحرب على القاعدة، الحرب على داعش أويا يكون، تحتاج إلى استقرار كامل في اليمن، إلى حضور الدولة بكاملها، وبالتالي تقدير كامل أنه لا توجد هكذا صفقة، وتقدير كامل أن هذه الاستراتيجية التي تقودها اللي تستهدف في مكافحة الإرهاب في اليمن عبر الضربات، عبر عمليات المثل العسكرية، هي غير مجدية، هي لا تخلق فرقا، وهي تزيد من تعقيد الأوضاع. نعم. إذا أشكرك جزيلا سيد مجد المدحجي، مدير مركز صنعاء للدراسات، كنت معنا من بيروت. مشاهدينا، سينضم إلينا الآن من صنعاء سعيد الجمحي، باحث في شؤون الجماعات الإرهابية. سيد سعيد، مساء الخير. مساء النور، لو سمحت ارفع الصوت لا أسمعك. أهلا بك. نعم، المختص أكيد سمعك الآن وسيحل المشكلة. سيد سعيد، يعني دعني أبدأ معك من يعني الجديد في التوجه الأمريكي فيما يخص تنظيم القاعدة. هل سيعمل هذا التوجه الجديد للقوات الأمريكية على التقليص من تحركات التنظيم، أم أنه سيسير عكس ذلك؟
للاسف ما اسمع الا يعني جزء من السؤال، ما سمعت شيء يعني صوت مش واضح. نعم كنت قد سألتك يعني فيما يخص مكافحة تنظيم القاعدة، هناك توجه أمريكي جديد في هذا الإطار وكثافة للعمليات الأمريكية، هل سيعمل هذا التوجه على التقليص من تحركات التنظيم أم أنه يسير عكس ذلك؟ هو واضح أن هذه العمليات لا يمكن أن ينفي عنها بشكل مطلق أنها حققت نجاحات، ولكن هذه النجاحات محدودة، وبالنظر إلى طول الفترة الزمنية التي استغرقتها هذه العمليات، نحن نتذكر أن عملية الطائرات بدون طيار في اليمن بدأت تقريبا من 2002، يعني فترة زمنية طويلة، نجد أن ضررها أكثر من منفعتها. نجد مثلا هذه العمليات هي السلاح الدعائي لجلب الجمهور المتنوع في صالح التنظيم، هي أيضا المحفز للانتقام ضد الامريكيين، لا سيما انها يعني الاخطاء فيها اكبر من النجاحات، يسقط فيها اطفال ويسقط فيها نساء، يؤدي الى تعميق الكراهيه، ليس يعني من المستهدفين فقط والمتعاطفين معهم، بل حتى من المواطنين الذين يسقطون ضحايا الاخطاء الامريكيه، وهذه اعدادهم تذوق عدد تنظيم القاعده الذين يتم استهدافهم. نعم، لكن مقابل هذا ما يزال التنظيم يتخذ من مناطق وجود المدنيين أماكن للزيادة من عملياته، هل يعني باعتقادك سيستطيع هذا التوجه الأمريكي الجديد تحاشي سقوط مدنيين؟ الواقع أنا لم أسمع، لكن سأجيب. كنت قد سألتك يعني أن تنظيم التنظيم القاعدة ما يزال يتخذ من المناطق التي يتواجد فيها مدنيين يعني مكان لتنفيذ عملياته، يعني هل التوجه الأمريكي الأخير سيستطيع تحاشي سقوط مدنيين أكثر؟ لا يمكن، لأن المعلومات التي يتحصل عليها هؤلاء بهذه الضربات لابد ان تكون معلومات دقيقه. نحن لو نظرنا الى الاخطاء ستكشف لنا ان ليس لديهم معلومات يعني حقيقيه حول هذه المجاميع المستهدفه. واضح ايضا يا اخي العزيز ان الامريكيين يحاربون في اليمن، يحاربون الارهاب ببوصلتهم الخاصه. نحن كنا ننظر اليهم على انهم يمارسون ما امكنهم في ظل الرئيس السابق، حكم الرئيس السابق. نعم. علي عبد الله صالح، وهم مضطرون للتعامل معه رغم انهم يدركون لانه غير جاد، لكن الامريكيين يفوتون كثيرا من الفرص. اذا نظرنا مثلا في ثوره 11 فبراير، هذه كانت فرصه كبيره لتصفيه الكثير من المتعاطفين مع تنظيم القاعده، ربما لا يكون تصفيه جسديه ولكن تصفيه ذهنيه، التنظيم يتغذى ويكبر عسكريا بواسطة هذه العناصر التي يتم استقطابها. اليمن بحاجة إلى جدية حقيقية للتخلص من الإرهاب. نحن لا ننتقص، أنا لا ننتقص من الجدية الأمريكية، لكن نقول أنها محصورة في الدفاع عن أراضيه، هذا ما يصبح به الأمريكيين أنفسهم. نحن نجد الآن أن العمليات الأمريكية تتزايد، وأيضا تتزايد الأخطاء، هذا مؤشر واضح لأنهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى محاربة حقيقية للإرهاب، ولا يستطيعون أن يحققوا نجاحات حقيقية. نعم سيد سعيد، بحاجة إلى إصلاح سياسي بحق. نعم سيد سعيد، هناك من يتحدث أن التنظيم الذي تواجهه الإدارة الأمريكية أصبح اليوم يأخذ أكثر من شكل في اليمن، ولم يعد ذلك تحت يعني مسمى تنظيم القاعدة فقط، هل يعد الحديث عن وجود تنظيمات صغيرة متفرعة يعني كمسمى داعش مثلا له قابلية، أم أنها يعني ورقة سياسية كما يذهب آخرون؟ تنظيم القاعدة أولا هو يعني التنظيم الأساسي الذي أنشئ في 2009، له جذور من قبل ذلك، ولكن في 2009 أصبح عام 2009 أصبح كيانا حقيقيا يهدد الدولة اليمنية ويهدد أيضا حتى الخارج. نعم. لكنه حاله الآن أضعف بكثير. أما داعش فأنا أعتقد أنها لا زالت يعني مجاميع شاردة ليست لها كيان وليست لها هيكل تنظيمي، وقدرنا أن يكون هناك أي يعني مجاميع أخرى غير تحت غير مسمى القاعدة وداعش.
حتى تنظيم القاعده الذي يبدو قويا في الخارج لا يزال في اليمن يعني تنتابه العديد من الضربات. الضربات هي عباره عن وعي شعبي. راينا مثلا في وقت الحرب ضد الانقلابيين، راينا ان كثير من اعضاء التنظيم او المتعاطفين معه انحازوا لصالح الثوره، انحازوا للقتال مع المقاومه، هذا حقق انهاك لهذه المجاميع. والكثير منهم ايضا التضحك له ان ذلك الفرد او ذلك يعني الخطاب الاعلامي المضخم باحلام غير ممكنه بانتقام دوله اسلاميه وخلافه وغيرها ليس الان في وقتها، وايضا يعني فرض فكر محدد او فكر معين على الاخرين، هذه كلها اوهام لا يمكن ان تتحقق ما لم يكن هناك دوله يستطيع يندرج تحتها، راوا اضرار غياب الدوله. فبالتالي كانت يعني الربيع العربي كان فيه جانب كبير اضر تنظيم القاعده، يعني كما قلت سابقا لم يستفد منه الامريكيون بل ربما على غير ذلك، لم تستفد منه ايضا الحكومات التي قامت. ضيعت الكثير من الفرص تنظيم القاعده، وداعش لا يزال في اليمن في يعني في مهديهما كما يقال، يعني قتل الكثير من القيادات. لهذا لو وجدنا دوله جاده ومساعده خارجيه ايضا جاده يمكن ان نحقق نجاحات يمكن ربما لا تقارن مع ما يحصل في الخارج. نعم متجاوز بكثير الخارج الان كما نرى مثلا في سوريا والعراق لديهم حالات معقده وتعدد لهذه الجماعات ومسميات مختلفه. اذا وصلنا الى ما يقارب هذه الحاله اعتقد انه ممكن نتحدث على صعوبه، يعني بمعنى انه ما زال الوقت مبكر كي يتم تدارك توسع هذا التنظيم بشكل اكبر في اليمن. نعم، إذا وضحت الصورة سيد سعيد الجمحي باحث في شؤون الجماعات الإرهابية، كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا القدر نكتفي ونصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر ضيوفي الدكتور محمد جميح المحلل السياسي كان معنا من لندن، والشكر أيضا للسيد ماجد المذحجي مدير مركز صنعاء للدراسات كان معنا من بيروت، وأيضا أشكر ضيفي الذي غادرنا مؤخرا السيد سعيد الجمحي باحث في شؤون الجماعة الإرهابية كان معنا من صنعاء. ختاما مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل محمد عبد المغني ومن جميع أفراد طاقم العمل، حتى أن نلتقي في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله.